Salut Célia, comment s'avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? Comment s'avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? Ça avance. Lentement mais sûrement. Hier, on nous a livré le canapé du salon couleur crème. Il est magnifique et tellement confortable qu'on a failli s'endormir dedans. Avec Mathieu, on ne mange plus sur nos journaux, non plus. La table ronde avec ses quatre chaises assorties ont été livrées lundi dernier. L'ensemble est parfait dans la salle à manger. Et tu vois, ce matin, j'ai monté les grandes étagères du salon et j'ai rangé tous les livres dedans. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le bébé en route. Tu ne crois pas si bien dire. On a aussi installé un lit d'enfant dans la petite chambre des hauts. Salut Célia. Comment ça avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? كيف تسير التهيئة في منزلكم الجديد؟ المقصود أين وصلتم في تهيئة منزلكم الجديد؟ سافونس طبعا عندنا الغير أفونسي يعني تقدم سافونس إنه يتقدم المقصود أن الأمر يتقدم لونتمون مي سيغمون يعني أن الأمور تسير ببطء لكن بخطى ثابتة كما نقول المقصود أننا سنصل يوما ما أننا سنصل إلى المبتغى في يوم ما لونتمون ببطء ما سيغمون ولكن بالتأكيد ولكن بشكل مؤكد لونتمون ما سيغمون إياه أون نوزاليغ لو كانابي دو صالون كولور كريم لو كانابي المقصود به هو الأريكة لو كانابي المقصود به الأريكة إذا نتكلم عن ذلك الكرسي العريض إذا يسمى كنابي ثم صالون المقصود به البهو أو الصالة إذا المقصود به هو البهو قاعة الاستقبال أو الصالة إذا نقول صالون صالة ويقصد به أحيانا المعرض أحيانا كلمة صالون تعني المعرض إياه أون نوزا ليفغي إذا بالأمس أرسلوا لنا طبعا لو فيرب ليفغي يعني أنك تسلم بضاعة يعني أنك تسلم بضاعة Hier, on nous a livré. Hier, ils ont livré le canapé à nous. Comment on a dit? Et donc, hier, on a livré. On a livré, on a dit, Arsalo. Ou Arsala. Tabanad, on a dit, on a fait ma sabak. On a dit, 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 on a لكن لا نعرف بالضبط من هم هم يعودون للشركة مثلا كذا وكذا لكن لا نعرف بالضبط من الأشخاص إذا نستعمل في هذه الحالة مثلا إذا on nous a livré بالأمس هم أرسلوا لنا لو كانابي دو صالون يعني أرسلوا لنا أريكة البهو أو أريكة قاعة الاستقبال كولور كريم اللون كريم نتكلم عن لون قريب من لون الأبيض يعني كما لو نتكلم عن لون قريب من لون الكريمة لون قريب من لون الأبيض إلي مانيفيك إنه رائع أو فاخر إلي مانيفيك إنه رائع تالمان كونفورتابل كنا فاي سندورمير دودون افيك ماتيو كما لو نقول بأنه إلى حد كبير مريح كنا فاي إلى أن أوشكنا سلاغر فاير يعني أوشكا كنا في المقصود أننا أوشكنا كنا في سندورمير حتى أوشكنا على النوم دون يعني فيه دون لو كانابي حتى لا نعيد كلمة لو كانابي إذا قلنا دون يعني فيه تالمون كونفورتابل كنا في سندورمير دون إلى حد كبير هو مريح كنا في بأن أوشكنا طبعا كما نرى هنا أيضا بدل أن نقول كون نوز افون فاي ماذا قلنا كون فاي اذا هنا استعملنا هاد اون لانني لم اريد الاشاره الى الاشخاص الذين معي كون فاي حتى كيدنا مقصود كون سور لو بوان يعني اننا كنا على وشك طبعا لو فاي في البريزون نقول جو فو تو فو ايل فو نو فاي كما نلاحظ هنا ايل فو كما نلاحظ بان ايل فو نتكلم على فاير في البريزون دو نانديكاتيف فالصرف ديالو مع ايل
أو إل أو أن إذا نقول il faut أو elle faut أو on faut تكتب تماما كصرف le verbe falloir اللي هو فعل توجب مع il في البريزون عندما نقول il faut بهذا الشكل فهو إما أنه صرف le verbe faillir وهذا نادر ما نجده أو أنه صرف le verbe falloir ثم عندنا nous faillons vous faillez أنتم أوشكتم il faille il faille هم أوشكوا أو elle faille هن أوشكنا إذن هذا le verbe faillir في البريزون لكن الذي عندنا في النص طبعا عندنا le verbe faillir au passé composé هذا نقول j'ai failli tu as failli il a failli nous avons failli vous avez failli ils ont failli إذن le passé composé du verbe faillir كما عندنا في النص est tellement confortable qu'on a failli s'endormir dedans avec Mathieu كان جد مريح كنا فايي حتى أوشكنا s'endormir أن ننام dedans يعني فيه avec Mathieu مع Mathieu on ne mange plus sur nos genoux لن نأكل بعد اليوم عدنانا on ne mange plus يعني أننا لن نأكل من الآن فصاعدا sur nos genoux على ركبنا هنا طبعا المقصود أننا فيما سبق كنا نجلس على الأرض ثم نأكل الآن وقد أصبحت عندنا أريكة فلن نأكل من الآن فصاعدا على ركبنا non plus لن يكون كما نقول لن يكون ذلك on ne mange plus sur nos genoux لن نأكل على ركبنا non plus لن يكون ذلك la table ronde avec ses quatre chaises المائدة الدائرة avec ses quatre chaises مع كراسيها الأربع assorti كما نقول المطابقة لها التي تنتج معها التي أنتجت خصيصا معها assorti كما نقول المطابقة لها on peut livrer يعني أنها أرسلت عدنا مرة أخرى le verbe livrer يعني أنك ترسل بضاعة إذن هنا نتكلم عن la table et les quatre chaises on peut livrer المائدة والكراسي الأربع أرسلوا أنت تليغي طبعا نتكلم عن la livraison دي مارشانديز إرسال أو تسليم البضائع عندنا رفاق livrer la table ronde avec ses quatre chaises assorties أنت تليغي lundi dernier المائدة الدائرة ثم كراسيها الأربع المطابقة أنت تليغي lundi dernier يعني أن أرسلت الاثنين الأخير l'ensemble est parfait المجموعة ممتازة طبعا كلمة parfait ممكن أن تعني شيئا كامل شيئا ممتاز شيء خالي من العيوب طبعا في المؤنث نقول parfait طبعا هنا كلمة l'ensemble كلمة مذكرة إذا نتكلم عن المجموعة رائعة dans la salle à manger في صالة الأكل في قاعة الأكل l'ensemble est parfait dans la salle à manger et tu vois وأنت ترى أو وأنت ترين c'est le verbe voir et tu vois ce matin هذا الصباح et tu vois وأنت ترى أو وأنت ترين ce matin هذا الصباح j'ai monté c'est le verbe monté الذي يعني صعد فوق ويعني أيضا ركب يعني أنك تركب قطع إذن j'ai monté les grandes étagères يعني أنا ركبت الرفوف الكبيرة دي صالون للقاعة جي مونتي لي غروند إتاجير دي صالون إتاجير المقصود بها الرف إذا نتكلم عن لي زيتاجير المقصود بها الرفوف نتكلم عن الطاجيرات إي جي رونجي ثم أنني رتبت إي جي رونجي ثم رتبت تو لي ليفغ دودون كل الكتب فيها كما نلاحظ دودون مرة أخرى يعني فيها دون أن أعيد كلمة j'ai rangé tous les livres dans les grandes étagères حتى لا أقول أنا ركبت الرفوف الكبيرة للصالة ثم أنا رتبت كل الكتب في الرفوف الكبيرة للصالة إذا ماذا أقول j'ai rangé tous les livres dedans ثم أنا رتبت كل الكتب فيها أو فيه إيه بيان جيد il ne reste plus qu'à mettre le bébé en route. إذن جيد لم يبقى إلا أن نضعها
الرضيع في الطريق، المقصود أن الأمور أصبحت مهيئة لكي يكون لنا طفلا. إي بيان، إنو ريست بلي، لم يتبقى كماتر إلا أن نضع لو بيبي يعني الرضيع أون روت يعني في الطريق. تي فوا تي نو كخوا با سي بيان دير، أنت أو أنت لا تظنين إن صح القول، تي نو كخوا با سي بيان دير، أنت لا تظنين أو أنت لا تظن كما لا نقول أو إن صح التعبير. هنا وسي انستالي ان لي دونفون، هنا وسي انستالي نحن ايضا ركبنا ان لي دونفون، ركبنا سرير طفل دون لا بيتيت شومبا، في الغرفه الصغيره دو للاعلى الموجوده في الاعلى. تي نو كخوا با سي بيان دير، هنا وسي انستالي لي دونفون دون لا بيتيت شومبا دو، هنا وسي انستالي لي دونفون دون لا بيتيت شومبا دو، نحن ركبنا ايضا سرير طفلين في الغرفه الصغيره في الاعلى. Salut Célia, comment ça avance l'aménagement dans ta nouvelle maison? Ça avance, lentement, mais sûrement. Hier, on nous a livré le canapé du salon, couleur crème, il est magnifique. Et tellement confortable qu'on a failli s'endormir dedans avec Mathieu. On ne mange plus sur nos journaux non plus. La table ronde avec ses quatre chaises a sorti en tête libre lundi dernier. L'ensemble est parfait dans la salle à manger. Et tu vois, ce matin, j'ai monté les grandes étagères du salon et j'ai rangé tous les livres dedans. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le bébé en route. Tu ne crois pas si bien dire. On a aussi installé un lit d'enfant dans la petite chambre du haut.